هو هذا التسبب في خروجي من الإمارات. لأن أخذ وظيفتك يقال أو لا، تسبب بخروجك من الإمارات؟ هاي من قوية الإمارات المعلومة، شلون؟ يعني هو لا تفعل الخير في غير أهله. نبات تلاحظ أني أكو عائلة، أصدقائي فنانين كانوا موجودين، فمن قد ما عاونتهم وانطيتهم وساعدتهم صارت مشاكل كثيرة يعني، وأساء وإساءة كبيرة لي. وحتى أكو واحد لحد الآن موجود هناك بالإمارات اشتغل بالمسرح، هو أيضا مسكين يعني، أنا أرأى في الحالة لأن هو مريض. يوم من الأيام قال لي أني كان عندي أخو توم هنزين مات. فأنا من حكاية لحكاية أشرت عندي أنه لازم مريض الإنسان هذا نفسيا مريض، فلازم أبتعد عنه. فابتعدت عنه، ظل يحارب، لأن أنا حققت نجاحات كثيرة، أسست 4 مهرجانات، سويت مسارح الطفل، مسرح الطفل. زين شنهم علاقة أنك تغادر الإمارات؟ يعني ردت تعوف كل شيء بسببهم؟ إيه، لأنه أثروا علي هواي نفسيا، أي صحيا لهذه الدرجة.